أول إشي الكبدة. الكبدة نغسلها بالمي الباردة ومنكب ميتها منصفيها، بعدين نرجع نحطها في مي مع نقطة خل، نتركها شوي مع الخل، وبعدين نرجع نغسلها. تمام. هاي العملية رح تغير لون الكبدة عنا ورح تصفيها من الدم. بعد ما صفينا الكبدة عنا بدنا ننشفها، فرح أجيب هلأ هون صحن بس عشان التنشيف، أنشف أحطها على ورق المطبخ. تمام. منحطها هلأ بعد ما زي ما حكينا نقعناها بالخل وصفيناها طبعا، ولسه بتزل هي كمان، يعني بدك تزليها كمان زيادة. هلا هي رح تضل تزل اكيد الكبده، لانه بس قدر الامكان فيها سوائل كثيره. ايوه طبعا. هلا ناخذ قطع الكبده هيك، انا مقطعتها شرحات بهاي الطريقه. كمان كثير مهم عمليه التقطيع ما تكون مكعبات او تكون قطع كبيرة. أوكي. رح نعملها شرحات بهاي الطريقة. تمام. أوكي. شايف زي قطع الستيك. آه. زي قطعة لحمة الستيك. منحطهم على ورق المطبخ، منصفيهم، نعملهم هيك بس للتنشيف. بعدين عندي هون الطحين، رح أضيف له شوية بابريكا بس زي تنكيه للطحين. إحنا هيك عم نقضي على الزنخة تماماً. تمام. رح أحط شوية كركم. إيش حطينا هون؟ طحين، شوية كركم، زنجبيل، وبودرة الثوم. بابريكا وبودرة الثوم. بودرة الثوم وزنجبيل كمان بيقضي عنا على نكهة الزنخة تماماً. تمام. أوكي؟ تمام. هلأ قطع الكبدة اللي نشفناها هون، الخلطة هاي بنخلطهم مع بعض. طبعاً بدنا نضيف الملح وبدنا نضيف الفلفل الأسود. أوكي. هلأ هاي الخلطة، خلطة الطحين عندي إياها صارت جاهزة، بنزل عليها قطع الكبدة. قبل ما ننزل قطع الكبدة رح أضيف الزيت على النار وأحط البصل المقطع جوانح يقلي معنا شوي. هلأ برجع لقطع الكبدة، بنزلهم بالطحين زي ما بنعمل السكالوب. تمام. ومنتكل الطحين الزائد وبنرجعه ونصفه بالصحن لحد ما نخلص القطع كلها قبل ما نضيفها على المقلة. هلأ بعمل الفوج الثاني بس عشان نعمل خطوات سريعة. آخر إشي رح نضيف قبل الأخير، رح نضيف قبل نضيف النعنع، فرمناه شوي فرم خشن، نعنع طازج. بنصح بالنعنع إذا ما في بقدونس. هلأ أنا في عندي هون زاد من الدولمة شوية بقدونس، رح أحطهم مع النعنعات مش غلط. ومنقلب، ما أظن ضل في أثر للزنخة. أحسن نشوف إن شاء الله. هلأ عصير الليمون القاضي الأخير على الضربة القاضية على أي زنخة. يلا ها. هاي عصير الليمون ومنخليها تغلي مع عصير الليمون تتسبك، وبعدين هلأ رح أنزل عليها دبس الرمان. دبس الرمان 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 دبس الرمان، الاختراع العجيب. كبدة خروف بدبس الرمان رح نحتاج لكيلو كبدة مقطعة، كوب من الطحين، 3 حبات بصل مقطع جوانح، 3 حبات ثوم مهروس أو يعني مقطع، فلفل حار مفروم. رح نحتاج كمان لملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، نصف ملعقة من بودرة الثوم، وتنين ملعقة صغيرة من الملح، 2 ليمونة معصورة، 2 ملعقة طعام من دبس الرمان، وبقدونس أو كزبرة أو نعنع مفروم، وزيت للقلي.